عايزه افترض بقى، ودي حالات موجوده كتير بصراحه، انه مثلا ام مش مريحه او الام متوفيه، بنت وحيده مش لاقي حد تفضفض له، بس هي في الاخر بني ادم، او يعني زوجه عندها اولاد محتاجه تحكي، تعمل ايه في الحاله دي بحيث ان ما تضرش نفسها برده، ما تبوظش حياتها؟ تعمل ايه في الحاله دي؟ ان هي عايزه تفضفض. عارفه انا مين صديقي الصدوق بجد؟ يعني تصدق ربنا طبعا. لا حقيقي طبعاً. انا مسمياه صاحبي طبعا. انا بقعد معاه في خلوه لوحدي، الله، وبقول كل حاجه. الله عليك. حقيقي بجد والله يا جماعه ما تفتكرنيش يعني. لا خالص. بيجيني الحل. صحيح صحيح. انا عليكم الدعاء. بيجي لي الحل. بيجي لي الحل الفكره في سجده وانا قاعده كده، بقوم الصبح الاقيها اتحلت. صحيح. بلاقي امور اتيسرت لاتجاه معين، بفهم ان هو ده الخير. صحيح. دي اجابه فضفضتي معاه. صحيح. يعني يوم بقى ما تغلبي وما عندكيش حد فعلا عارفه تتكلمي معاه وانت مرتاحه وواثقه ومطمنه، اتكلمي معاه، اعتبريه صاحبك، اقعدي اتكلمي. سيبك بقى. انا بعمل كده يعني. انا الادعيه، انا الصلاه بتاعتي بحبك يا رب. بس يعني سيبك بقى من الادعيه المحفوظه والكلام ده اللي بيقعد يتبعتوها. قولي كل اللي جواكي براحتك خالص. الله. هو سامعك وفاهمك وحاسس بيكي وعارف كل اللي جواكي الحقيقي. تمام. اللي بيقعد يكتبه على الفيسبوك، انا مش عارفه هم بيكلموا ربنا على الفيسبوك ليه يعني. صحيح. يعني فضفضه. لا ما هو مش معقول يا جماعه برضه يعني. ربنا سبحانه وتعالى هو قالها لنا صريحه في نص قراني، انما اشكو بثي وحزني الى الله عن طريق الانبياء. يعني هو قالها لنا دي، كان اعتقد على لسان سيدنا يعقوب. هو ربنا بيقولها لنا في القران وبيقولها لنا في الاديان السماويه كلها اللي نزلت. عشان كده احنا كنا بنتكلم ياما، وطبعا هيتقلب عليا من كتير من المستشارين النفسيين او بعض الاساتذه الافاضل من الدكاتره اللي احنا بنثق فيهم جدا. سمعنا عن حالات يروح الراجل والست عشان خاطر يحلوا مشكلتهم او يسمعوا اراء، وبعد كده الدنيا تتقلب وتتغير، وممكن نلاقي عادي جدا ما هنفوس اللايف كوتش اتجوزت. ما هم بني ادمين يا هبه برضه. حصلت المحصلات. بتتعاملي مع بني ادم على فكره يعني. بشر. عنده علم. انا بشوف مع احترامي الفضفضه مع البني ادمين مرمطه. حسب الفضفضه. ما انا بدايه كلامي قلت لك ايه؟ حددي فضفضتك. ما تفتحيهاش كده. وعلى فكره في اسباب نفسيه للي فاتحها ده. اصلا اسلوب التربيه في البيت هو اللي بيساعد. بمعنى على ايه؟ بمعنى ايه؟ على فكره الدلع الزياده في البيت مش دلع بمعنى الدلع اللي معتاد، لا، اللي هو ما بيسيبوش يحل مشكلته بنفسه. على طول انا اللي بحل، على طول انا اللي بدي الحل، ما بديهوش حريه اتخاذ. ما بيشيلش طبق لنفسه، فكر مع بعض، تعالى نفكر كده مع بعض المشكله دي ممكن تتحل ازاي، قول لي كده رايك. وعلى فكره في حاجه اسمها حريه الخطا. لازم ادي لابني حريه الخطا. مساحه. مساحه. هو انت رايك كده؟ ده هيريحك؟ انت شايف ان ده تمام؟ صح؟ نفذ. بس تعالى نفذ، وتعالى كده نتناقش بعد كده بعد التنفيذ في رايك. وانا ببقى عارفه ان الخطا ده طبعا مش يروح في داهيه يعني، بس خطا مقبول يعني. انا شايفاه، بس هو مصمم عليه وشايف ان هو ده الحل الصح. انت كده بتعلميه يعرف يفكر لوحده، يخطط لوحده، يحل مشاكله لوحده، وهكذا بقى لما هيكبر هيعرف يعمل ده. لكن لو على طول انا بحل واقترح بسرعه، بشيل الخطر بسرعه، بدي الحل، هيطلع لي شخص دايما بيدور على الاخرين، بيلقى على الاخر انه يحل له مشكلته. انا مش عارفه احل لنفسي او بنتقده كل ما ياخد هو قرار. العكس بقى. على طول بنقد، على طول بغلط، فبيطلع شخص فاقد الثقه في نفسه، مش عارف اذا كان هو صح ولا لا في اتخاذ قراراته، فبيلجأ للاخر برضه ياكد له او يحل له مشكلته لانه ما عندوش ثقه في نفسه.